Thank you.
بهجة رحال، شكرا. مرحبا بك معنا في بلاتو ناس نسمع. حلو برشا المقطع اللي سمعناه. شكرا. نسميه الفن الراقي هذا. الفن الراقي، الفن الاندلسي، وانا نمثل مدرسة الصنعة بالجزائر، خاطر يعني في الجزائر فيه ثلث مدارس، المالوف بقسنطينة، الصنعة بالجزائر العاصمة، والغرناطي بتليمسان. إذا أنا نمثل مدرسة العاصمة. بهجة رحال سفيرة الطرب ذات الصوت الذهبي، ممثلة التراث الأندلسي. أنت بحضنا اليوم باش نحتفلوا بخمسينية استقلال الجزائر، إيفينمون غرانديوز في الجزائر وفي المغرب الكبير. شنو هو إحساسك؟ J'aime d'ailleurs dire au début que j'ai l'âge de l'Algérie, parce que quand même je suis née un 8 juillet 1962, donc dans trois jours je fête mon anniversaire et j'ai vraiment l'âge de l'Algérie indépendante. Et ça c'est vrai que c'est une fierté. Et en plus... Tu as une mêlée de Kinti, en quelque sorte.
عيد ميلادي يعني مع نحتفل به مع الجزائر المستقلة. إذن وصح يعني هذا شرف عن ما نكونوا يعني في حصة تلفزيونية ونتكلموا على الجزائر، نتكلموا على استقلال الجزائر وعلى تاريخ الجزائر. قدم لك سي حليم المسعودي مسيو كولتور في ناس تسمع. مرحبا بك. شكرا. يعجبك عادتي؟ يعجبني 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 على خاطر تم معناها هو 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 في هو فن يسموه معناها فن عليم، فهمت؟ في نفس الوقت نتصور الفن هذا يلزم يكون مسنود بثقافه، على خاطر كي نشوفوا توا الشباب توا اللي يسمع في الموسيقى ما نصورش كان يتفاعل برشا مع النوع نتاع الموسيقى هذه، لانه يعني الفن هذا يظهر لي يحتاج خدمه اخرى لخدمه تعريف بالتراث، تعريف بالثقافه الاندلسيه. كيفاش نحلوا المشكله هذه المفارقه هذه؟ صح يعني نتكلموا على الموسيقى الاندلسيه من الناحيه الغنائيه فقط يعني ما يكفيش باش يعني الان نقولوا بلي شباب يقدر يهتم بهذه الموسيقى، لازم يكون فيه بحث كذلك من ناحيه الموشحات الاندلسيه، من ناحيه يعني تاريخ هذه الموسيقى، باش يعني نحاولوا نجلبوا الشباب تاع اليوم، الجيل الشباب لهذه الموسيقى. إذن باش يحبها لازم نتكلموا له على التاريخ تاعها، منين جات، منهم يعني الشعراء اللي كتبوا هذه الموشحات الاندلسيه والشاعرات، خطرت يعني نتكلموا على الشعراء فقط. الشباب يعرف الشيء هذا؟ ما يعرفوش. ما يعرفوش الكبير يعرف؟ لا ما يعرفوش يعني حتى الجزائر. انا راني جزائريه وعندما نتكلم مع شباب في الجزائر يعني ما يعرفوش، لكن الدور تاعنا هو هذا، هو يعني انا الدور تاعي يكون خاصة يعني شخصان، لكن أنا في الأول نحب باش نتعرف على ونبحث في مجال هذا تاريخ الموسيقى، باش يعني حتى كي نتكلم على الشباب نتكلمهم يعني على تاريخها، ولكن لازم يكون مختصين كذلك اللي يبحثوا ويتكلموا ويخرجوا مقالات في هذا المجال باش يعني يجلبوا الشباب. اذا يعني اذا نتكلم عن العمل اللي قمت به يعني نبحث ونطلع على الموشحات والشعراء اللي يعني اللي نغنيوهم احنا في فوق الخشبه حتى في التسجيلات، ونشوفوا يعني صح باللي كل ما نتكلموا على شباب يعني ما يعرفوش هذا الشيء كامل. ولكن مدام باشا الا هضرنا على الشباب هذا الجيل الجديد ربما كي ياخذ الامور ان بو يبغيها تكون ان بو ريتمي، واش هذا الفن ممكن طرا عليه بعض التعديلات باش تواكب اشنو يبغي، ندخلوا عليه حاجه جديده باش ربما نقنعوا به اكثر هذا الجيل الجديد؟ شوفي اذا نتكلموا مثلا على لوكسيدون، لوكسيدون إلي لا بوغ ايكوتي تو سكي ريتمي، موسيقى خفيفة، لكن كي تولي في الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية عندها يعني تاني تان بوبليك، في الشباب كذلك. إذا لما لا يعني نديروا نفس الشيء في المغرب العربي يعني، وانا نشوفوا يعني من ناطقة يعني من الشباب اللي يتكلموا معنا معايا بار لو سيت انترنت بار ما بوات ميل في الحفلات، في شباب اللي يسمع الاغنيه الخفيفه ويسمع اغنيه اندلسيه اللي عندها يعني فن الراقي، اللي عندها موسيقى راقية وكلمة كلمة يعني راقية. إذن pourquoi ne pas faire les deux en même temps intéresser ce jeune à ces deux musiques. La musique rythmée, il y a aucun problème. يعني يسمعها et ça lui plaît, c'est entraînant, pourquoi pas. Mais si on l'attire par par la culture, par l'histoire de cette musique, et dire que c'est sa fierté parce que c'est ce qui le représente, c'est aussi son identité. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi l'attirer. على الموسيقى الأندلسية نحب نرجع للمرأة وتحرير الجزائر. ما تجبوش اليوم نحكيو على استقلال الجزائر من غير ما نحكيو على دور المرأة في الشيء هذا. المرأة في الجزائر يعني احنا على بالنا باللي يعني مع الراجل مع المناضل مع المجاهد فيه
المجاهدة المناضلة يعني، وفيه أسماء لامعة في الجزائر من يعني في النضال اللي نتكلموا عليهم في النضال يعني. احنا حضرنا ريبورتاج والسوجي يحكي على المرأة الجزائرية ودورها في تحرير في حرب التحرير في تحرير الجزائر. نتفرج في الريبورتاج. يا بلاد الجزائر، يا بلاد الجزائر. المرأة الجزائرية معروفة بشجاعتها وصمودها في كل المواقف، يقولوا عليها السنديدة الفاحلة، حاضرة في جميع الميادين والمناسبات، ساهمت في جميع المراحل اللي مرت بها الجزائر حلوة ولا مرة. ماضيها يشهد عليها، يشهد على الشيء اللي قامت به. الكاهنة للا فاطمة نسومر، جميلة بوحيرة، حسيبة بن بوعلي، وريدة مداد، لويزاتي غيلة حريص، أسامي بورصة خالد سنانترانت في تاريخ الجزائر، أسامي صنعت التاريخ وما زالها تتردد على أفواه الجزائريين، أسامي ساهمت في تحرير الوطن. 50 سنة من بعد استقلال الجزائر، المرأة ما زالها حاضرة تشارك من بعيد أو قريب باش البلاد تبقى ديما واقفة في كل الميادين، ثقافة، اقتصاد أو سياسة. في الانتخابات التشريعية تاع 10 مايو 2012 عدد النساء النواب في مجلس الأمة زاد، شهادة على مكانتها في المجتمع. تحيا المرأة الجزائرية وتحيا الجزائر. المرأة كانت موجودة في تحرير الجزائر ودورها الثقافي والفني كان زاد مهم. أنت من جملة النجم نقولوا النساء الأولين اللي دخلوا للفن والتراث الأندلسي اللي كان نجم نقولوا مسيطر عليه رجال اكسكلوزيفمون. إذا نتكلموا على الفن الأندلسي خطر يعني كان فيه نساء من قبل، وحتى في الفن الأندلسي خطر عن ما يقولوا به جرحال يعني أول من دخلت في هذا الفن الأندلسي من ناحية التسجيلات، تسجيلات النوبة الأندلسية فقط، لكن قبلي كانوا نساء اللي يعني أسماء لامعة في الفن يعني الأندلسي وما معناش معناتها حتى تسجيل بالنسبة لي. سجلوا يعني حتى في الوقت هذاك في الخمسينيات عندهم حضور الكافي معناها بشكل، لا كان عندهم حضور عن ما نتكلموا مثلا على مع الميمنة مع على فضيلة زيرية على مريم فكاي، كان عندهم حضور كان عندهم جمهور وكانوا معروفين يعني في كل الجزائر، لكن التسجيلات اللي قاموا بها ما كانتش في النوبة الأندلسية يعني من المصدر حتى الخلاص. لكن إذا نتكلموا مثلا على مع الميمنة كان عندها أكثر من 500 تسجيل في الإذاعة الجزائرية. قداش من نوبة يعني سجلت لباش؟ سجلت 21 أسطوانة يعني سيدي، لكن في الأول سجلت سلسلة ل 12 نوبة اللي متواجدة في التراث هذا، وراني نقوم بتسجيل سلسلة ثانية ل 12 نوبة. كنزة ألوغ بهجة رحال، حبيت نولي على أن تام هضرتي عليه ماتنو، على اخترتي الموسيقى الاندلسيه؟ تكلمتي على مريم فكاي يعني سيتي دو سو نيتي با دو لاندالو، على انتيا اخترتي يعني هذا النوع من الموسيقى؟ اتونسيون سي با سو نيتي با دو لاندالو، الا شانتي الا شانتي دو لاندالو ان دو لاندالو، مي سي فري كو سيتي بلوس بوتيت دو عروبي دو حوزي فوالا. مي سينو موا بوركوا جي شوازي سيت ميوزيك سيتي فريمون بار هازار، باسكو بوكو فون فو دير انا يعني كنت من صغري من 4 سنين 5 سنين كنت حابه نغني. مو سني با الكا دو تو، مو سي فريمون بار بور هازار. ما مير نوزا انسكري، جو في بارتي دون فامي نومبروز، نو سوم 9 فرير اي سور، اون ا توس في الكونسرفاتوار تاع البيير تاع البيير فوالا، كنت بنت الرويسو زدت في الرويسو بصح بنت البيير فوالا. اي دونك يعني اون ا توس في دو لا ميوزيك، مي سنيتي كان وزير يعني في الاول، لكن من بعد سنوات سي دوفنو يعني بون جي مي سيت ميوزيك، دخلت فيها اكثر يعني باش نتعمق اكثر فيها، ومن بعد سي دوفنو اون باسيون. مي بور نو بارون سيتي les études avant tout. Donc يعني en plus de la musique, moi je suis biologiste, donc j'ai fait des études universitaires, et un jour à 30 ans, c'est seulement à 30 ans que j'ai décidé de faire carrière, يعني une carrière musicale. Et donc mais في الأول je ne peux pas dire c'était c'est parce que j'ai toujours rêvé de faire نعم الحمد لله خذيت القرار هذايا، على كل حال في بلاصته هو باش تعمل كارير في الموسيقى. فواز الناس اللي قراوها هي قرات عند يعني شيوخ كبار معناها في الفن كيما عبد الرزاق فخارجي، نور الدين السعودي، كانوا يقولوا لك انك يلزمك تواصل تعمل كارير في الفن الاندلسي هذا اللي هو فن
معناها عنده خصوصيه معناها ومحمد خزناجي وزوجة الكاشي الله يرحمه يعني صحيح مليح كي معناها عدوا لك الرساله انه حسوك انه المراه الجزائريه في الوضعيه انها تنجم تقوم بمحافظه على التراث الموسيقي الجزائري وانها تنجم تكمل الكارير نتاعها، قالوا لك شيء هذا ولا لا؟ احنا ما قالوها لناش كامل، كي كنا صغار يعني رانا في المعهد نتعلموا موسيقى ما يقولوها لكش كامل، ما يقولكش الا عندك صوت، ما يقولكش الا راك يعني عندك دو تالون حتى في العزف راك تتعلم، اوني اون كلاس يعني سي اوني 6 7 جوسكا 10 رانا نتعلموا كامل كيف كيف ان فون با دو ديفيرونس بين اللي عنده التالون ميم سي يعني شافوه شافوا بلي يا دو تالون سيغتانمون مي ما يقولوها لكش يعني يخلوك تكمل هذاك لو كورسوس ديالك حتى الاخير لابرونتيساج اي تري تري امبورطون في الميدان هذا تري امبورطون اي ان بلوس يعني يكمل الي كومبلي باسكو بالك يعني ليغور سي دو دير ا لانفون من الاول بلي لا دو تالون جو بونس كو من بعد سا ديفي ان تي بو اي يفو بوتيتر برولي لي زيتاب لا باش مازلنا باش نحكيو مازلنا باش نحكيو معاك مازلنا باش نسمعوا موسيقتك الحلوه نعملوا ترتيحه صغيره وهلا راجعين ما تبعدوش. نسمع مرحبا اي بحذينا لا بهجه رحاء خايتي ربي عينها هي هكا بين الجزائر وفرنسا قالك عايشه مره هوني ومره هوني شويه المره هذيك هي متعديه بالطياره من فرنسا مشى للجزائر قفناها احنا من لوطه من تونس حطيناها حذينا مرحبا بها هيا يعطيك الصحه الله يسلمك هيا لله مرحبا بيك الله يسلمك تعرف من قبيله وانت تغني وسيدي خويا مديه الوجد انا خطفت ساقي لتونس اهبطت مشيت غادي قضيت من المرشي وعملت دوره في الداء ظلمت الشبابك بردت الداء زدت عديت مشيت طليت على للاختي لا دليلة وجيت خلطت عليك في الاخر حسين خلطت عليك ما زلت تغني حسين وعملت لي كيفك الغنايه مرحبا بيك يا لله الله يسلمك اوه وانت شو مجايبك يا سي حليم لاباس ما نعطيناك بيت على روحك تالا غاديك تالا العلي القبلي وعندك بيتك على روحك هك نهار كامل عامل فيها التحرير والتنوير والدنيا خايضه بالتحرير والتنوير لاباس جينا لهوني ليه نهارين بحذنا انت تو تفكرت اي على خاطر تو قلت النهار الاول ضيف النهار الثاني بالك متعدي طول القعده ضيفت نبي ثلاث ايام راهو غدوي كمال يتسجد اي اي جا نقول لك كان هكا مالا كمل جيب معاك سي حسن بن عثمان وكمل جيب لويها احنا متقاسمين الورثه الكل خذيتوها ياخذ نحيت لي كوموند من يدك انا رجعي Shama
باهجة رحال سفيرة الطرب من الجزائر، مرحبا بكم. كان خلطتوا علينا هذه الدوزيام بارتي، ناس تسمع سبيسيال احتفال بخمسينية استقلال الجزائر. عندنا توا روبريك ديابوراما، معناتها تصاور احنا اخترناهم وانت باش تعلق عليهم. نشوفوا التصويرة الأولى. من هنا من هنا لاباس. عقلت شكون؟ بيان سور مريم فكاي. أيوة. مريم فكاي كانت يعني من الأسماء اللامعة في هذا النوع، يعني الأندلسي والحوزي، يعني كي نتكلموا على الحوزي نتكلموا على العروبي كذلك. إذن والأغنية الجزائرية من أسماء اللي برزت في هذا النوع، وخاصة يعني بما أنها امرأة يعني، ونساء كانوا يعني قلائل في هذاك الوقت. إذن يعني احترام كبير لنساء مثل مريم فكاي. شي يسميهم في الجزائر؟ يسميهم الشيخات ولا عندهم اسم؟ شيخات يعني كانت عندنا معلمة واحدة اللي نعيطوا لها يعني معلمة يمنى، لخاطر يعني كانت من القلائل اللي كانوا يؤديوا النوبة الأندلسية. لكن اللي من بعدهم مريم فكاي وآخرين غنوا يعني المشتقات هذه الموسيقى أكثر، يعني حتى واش سجلوا هو مشتقات النوبة الأندلسية. إذن يعني أسماء لامعة. شوفوا التصوير الموالي. فضيلة زيرية بلك يعني خاصة للشباب يعرفوا أكثر فضيلة زيرية أكثر من مريم فكاي ولا معلمة يمنى، خاطر هي اللي كانت تظهر أكثر في التلفزيون، في الحفلات، حتى في الأعراس يعني الجزائرية، وهي اللي كانت أصغر عليهم، خاطر بدأت في الأول في جوق
مريم فكاي. إذا نعرفوا أكثر فضيلة الجزائرية، وصح نتكلموا على شيخات معلمات، كاين مثلا في تلمسان الشيخة طيطمة، إذا نعيطوا لهم الشيخات في تلمسان. ولو فضيلة الجزائرية ومريم فكاي ما يكوناش نقولوا شيخات، لكن كانوا شيخات. الشيخة تيتما يعني عندنا تصويرة بتاعها دايما نجمو نشوفوها. الشيخة تيتما هي هذه الشيخة تيتما، يعني هنا ولينا ونشوفوا مع بعضنا التصويرة الأخرى. وردة الجزائرية حبينا نعملوا هوماج لنوتخومانيير اليوم في ناس اسمها بيان سور بيان سور، اسم يعني اللي فقدناه يعني أخيرا، يعني الله يرحمها. وهي تانيت يعني كانت اسم لامع في الجزائر، وفي يعني الأغنية الجزائرية وكل الثقافة الجزائرية، خاطر يعني عندما نتكلموا على فنان ومغني يعني ما نتكلموش عليه في الغناء فقط، يعني يمثل خاصة يعني في الخارج اليترانجي. Voilà, يعني c'est une présence, c'est un nom. Donc, quand on parle, يعني على مثلا نعم الوردة الجزائرية تمثل الجزائر في العالم، معناتها هذاك علاش وعيطوا لها وردة الجزائرية. وكنت نتكلموا عليها مش يعني في العالم العربي فقط، يعني حتى العالم الأوروبي وال يعني الأوكسيدان أوسي. يعطيك الصحة، كانت هذه ديابوغاما. هيا كنزة. Alors Mariam, alors سمحيلي جيت نسميك مريم فكاي بهجة رحال. Alors سجلتي 12 نوبة، نوبة تاع الجزائر كاين 12، لا ليجوند تقول بلي كاين 24 وسجلتي ان بو بلوس اكثر من 12. C'est bien de dire une légende, ça veut dire quand même vous êtes bien renseigné. Voilà, c'est ce qu'on a toujours dit. D'ailleurs, même moi, c'est ce que j'ai toujours entendu. Il y en a très jeune, on nous parlait de 24 nouba et chacune correspondait à une heure bien précise de la journée. Mais pour l'instant, et moi je le dis, et d'ailleurs comme j'ai travaillé sur ça avec un spécialiste de la du mouachah andalou, qui est l'oustad Saadan Ben Baba Ali, qui est professeur à la Sorbonne, donc Paris 3, qui est spécialiste du mot chah andalou, qui a fait d'ailleurs un travail par rapport à ça, des recherches. Et pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que ces 24 noubas existaient. Donc c'est vrai que c'est une belle légende. C'est beau de dire. Voilà, c'est beau de dire 24 noubas, 24 heures. Mais tant qu'il n'y a aucune preuve concrète qui prouve que c'est vraiment ça, nous restons sur les 12 qui existent. Jusqu'à présent, nous avons 12 noubas complètes qui existent à Alger. Et ben, nous allons voilà, ça y est, une première série de 12 noubas. Là, j'ai entamé une deuxième série, je suis à la huitième. Inch'Allah, il y en a. Le projet, c'est de terminer la deuxième série, donc terminer encore 12 noubas. Mais ça ne veut pas dire c'est reprendre encore les mêmes morceaux. C'est reprendre le même mode, la même nouba, mais avec des morceaux différents, des textes différents et des mélodies différentes. Mais on reste toujours dans le patrimoine. Donc ces noubas qui sont répertoriés, ces textes, donc ces poésies, et ces mélodies qui sont répertoriées dans ce domaine. La bêche, je pense que nous sommes tous bêches ou nous sommes tous les chers, maintenant, ou la loupe de l'île. Nous sommes tous les chers. وكاين بعض النوبات كيما نقولوا بالك الديل رصد الديل ولا يغنيوهم في الصباح، لكن اون اوكين بروف، ما عندنا حتى دليل اللي يقول باللي كانوا يغنيوهم في الصباح. سافودير سي فغي كو الى نخمو هكذا سافودير ما كانوش هادو يخدموا كامل، كانوا يغنيو 24 اور سور 24 وهما غير يغنيو. جينيرالمون يعني واحد اللي يغني يعني فنان ينوض مع الصباح il n'a pas vraiment envie de chanter dès le matin. Il a plus envie de prendre son petit déjeuner et regarder la nature. C'était l'île Malik. Et dans ce cas-là, les orchestres peut-être se relayaient, peut-être. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas grand-chose. Yani, peut-être que s'il y a des gens qui vont approfondir ces recherches,
ces recherches, donc des musicologues, des chercheurs, Roumé Djibouna, la preuve que tout ça a existé, on ne fera que l'appliquer après. انا حبيت نقولها بارتير من الليجند سيت ليجند اللي هي ربما تخلي المخيال الايماجينير الموسيقي والفني ربما يجتهد ويبحث على اشياء هنا ثم مشكله بتاع الباتريمون هذا اللي هو تري بريسيو ديما دونك يقولوا باتريمون ونقولوا معناها فكره المحافظه على خاطر كيلكو بار هو مهدد حسب رايك انت معناها تعرف انت الوضعيه ربما في الجزائر المتعلقه بالنوع الموسيقى هذه وربما تعرفي اكثر لانك عندك ديستانس لانك تعيش في باريس في نفس الوقت وربما ثم امكانيات للمحافظه على شيء هذايا، تعتبرش انه المسؤوليه نتاع المحافظه على التراث هذايا ما نتصورهاش كان ينجم يقوموا بها فقط الفنانين اللي يعملوا في الشيء هذايا، انما هي ربما مرتبطه بمشروع ربما ثقافي في الجزائر، يعني رأى الجزائر الان معناها طرح على نفسها المحافظه على هالارث الكبير الموسيقي الاندلسي. D'ailleurs, vous avez, vous avez parlé de légende. C'est vrai que la légende peut donner aussi l'inspiration. Et d'ailleurs, c'est l'envie aussi de chercher. De chercher. Mais c'est vrai que si on parle maintenant, il y a al-muhafada, la préservation, la sauvegarde de ce patrimoine, le fannan wahdou ma yqdarch yani ya'mel fi majal al-muhafada ala tourat watani. Yani كنت نتكلموا على الاندلسي في الجزائر من الفنان ما يقدرش يعمل وحده في المحافظه على هذا التراث الجزائري اذا لازم يكون يعني عمل ان ترافاي باراليل في بار بار ليتا بار لو مينيستير دو لا كولتور وزاره الثقافه الان يعني هذه السنوات الاخيره فقط بدات تعمل في هذا المجال خاطر واش مليح فما زاد تراديسيون اورال نتاع اكزاكتومون اكزاكتومون باسكو لو رول دا مينيستير ولا يعني دو ليتا سي لا سوفغارد دو باتريمون باسكو لو باتريمون ابارتيان ا لالجيري كونت اون بارل دو لالجيري il appartient à l'Algérie donc le ministère son rôle c'est la préservation de ce patrimoine matériel, immatériel, quand on parle de la musique, dans ce cas-là, la musique andalouse et d'autres musiques, bien sûr. الآن صح بداوا يعملوا في هذا المجال إذا الفنان أنا يعني عندما نتكلم على كل واش قمت من تسجيل راني في 21 ألبوم يستشيروك السلطة الثقافية الجزائرية يستشيروا ما يستشيروكش في الموضوع هذايا مي على ليميت انا سا مديرونج با نو نو سا مجن با يعني هذا ما ما يمنعنيش باش نقوم بالعمل تاعي يعني امو نيفو سا سا مجن با دو تو نعم حديث على الحفاظ على التراث قلتي دابا بداوا انهم يديروا مجهود باش يحافظوا على هذا التراث الموسيقى الاندلسيه سيكزيست دوبي لونتون واش ما كتشوفيش ان سواء ان في المغرب ولا في الجزائر حتى في تونس نقولوا فوق تونس وفي كاع الدول المغاربيه فقم أطلين شوية باش عادي يبداو يفكروا ويحافظوا على هذا التراث كان ممكن أنهم يبداو من قبل بلاك ما ننساوش باللي صح يعني نتكلموا من 1962 من 62 بلاك يافي دوتر بريوريتي جو نسي با à la limite ce n'est pas à moi à poser la question sauf que يعني ما ننساوش باللي الموسيقى هذه comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est une tradition orale donc et si jusqu'à présent elle existe encore c'est qu'elle n'a pas elle n'a pas été vraiment en danger parce que يعني il y a eu des maîtres durant tous ces siècles et jusqu'à présent puisque moi-même يعني j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir appris cette musique عند des maîtres et donc يعني sa musique cette musique est toujours là sauf que maintenant nous avons des moyens pour la préserver plus ou باش يعني qu'on évite les déformations تانيت et si maintenant le ministère de la culture ou l'état donne plus de moyens ça ne peut être que bénéfique pour la préserver encore plus puisque maintenant ils ont commencé à faire des enregistrements pour d'autres mais pour répondre à la question انا ما يشاورونيش كل حال لك التسجيل الموجودة بتاعك وخدمتك محفوظة يعطيك صحة بهجة رحال سو ترانزيسيون نتعداو للعزوزة اللي هزها الواد
تكلم عيد العزوزة هي العزوزة وين الشايب اللي هزوا الويعد لا مش كيف هي العزوزة وانا هو الواد مش الواد سيد الشغال راه الواد لا راه من لنجري يا ولدي قديش تبتخبش علي تجيع يا رجال الجري الجير الجير هاي لنجري لنجري انت مو من لنجري نموت على لنجري انا راني انا تهنيت ها انا تهنيت تموتي على لنجري تعرف وقتاش انا مشيت لنجري ما ولا 1933 صحيح وحبينا نمشيه للقصب حبيت هي نوريها القصب صحيح ما خلطناش في الوقت الدنيا لي لا نجري من وقت الهواري بو مدين الله يرحم صحيح وانا من عايش تعرف من وقتاش من عاد البي صحيح وريت مرقيب صحيح وريت شسمة ذاك الاخر صحيح بلعب ليش ما يلعبنيش بن عليش صحيح بن علي ليش بتمتعن ورب مشى للسعودية وبعدهم شفت الترويك صحيح وبعدهم هو منش عارف شكون باش يجي صحيح وقص ويمشي ويجي والكلهم وتقعد تونسية الكل صحيح كيف هذه في اللنجري عندكم انتم في اللنجري من هواري بومدين حتى التو يمشي ويجي وتقعد اللنجري هي الكل 1 2 3 فيفا لنجري فيفا لنجري اما نقول لك حاجة ما تاخذش علي راه رجل كبير ودخل في حيط ها أفوية أنت من لنجري خارج وين من مروك خمسة وخميس موريتانيا المروك تونس الجزائر اللي قالتها وليبيا خمسة من عديدك بلدان خمسة فيفا لنجري سلام الحليم بوزيدي لباش احنا وصلنا لاخر حصتنا اليوم خليك الامور دافا ان شاء الله يعني راكم عرضتوني اليوم باش نحتفل معكم عيد الاستقلال 50 عيد الاستقلال للجزائر اذا شكرا جزيلا لكم النسمة وان شاء الله الجزائر دائما بخير والمغرب العربي بخير ان شاء الله يعطيك الصحة اللي جيتنا ان شاء الله بالتوفيق في مسيرتك هكا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم نتقابلوا كالعادة غدوة اون ديريكت مع السبعة مع ضيوف وجدوا مواضيع جديدة توت سويت جاك المرسول ادوما تشاو تشاو From here, we can see the lottery run into Western Mississippi. Without love, where would you be now? Without love, well, in the Western cold, and it's not this to do place. Gotta keep on pushing my mind. Where would you be now?